شأن انقلابي، جملة سمعناها كتير في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد غلق باب الترشح الخاص بالمقاعد الفرعية لنقابة المحامين. ويسعدنا أن نستضيف النهاردة علم من أعلام المحاماة وسيدة أثبتت نفسها كمحامية قادرة على تحدي الصعاب في أروقة المحاكم المصرية، وأثبتت أن المرأة المصرية قادرة على تحمل كافة المشاغل وكافة الأعمال التي قد لا يستطيع القيام بها الرجل. طبعا أنا معايا المحامية القديرة المرشحة على عضوية النقابة الفرعية، تحديدا مقعد محامين عين شمس، نقيب عين شمس، الأستاذة ولاء علي، المحامية بالنقد والإدارية العليا والدستورية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. أهلا، تشرفنا بك وبنتمنى لك بالتوفيق إن شاء الله في الانتخابات. الله المستعان. أهلا وسهلا. أهلا فندم. أنا مين هي ولاء علي؟ والله يا فندم أنا اسمي ولاء مصطفى أحمد، يعني محامية بالنقد، بقالي 20 سنة بعمل في مجال المحاماة في شتى القضايا وأنواع القضايا المختلفة كافة، يعني ترفعت أمام المحاكم الجنائية وترفعت وكتابة المذكرات والمدني والأحوال الشخصية، يعني اشتغلت في كافة الأقمشة وما زلت أتعلم حتى تاريخه يعني. طبعا احنا بنقول ولاء علي هو اسم الشهرة. اسم الشهرة صح كده فندم. وولاء مصطفى الوالد مصطفى، لكن علي ده الجد. طب يا فندم حضرتك واحنا داخلين على انتخابات النقابة الفرعية وحضرتك مرشحة بقوة على مقعد نقيب عين شمس، طبعا بنتمنى لك التوفيق، ايه معايير اختيار النقيب؟ والله يا دكتور خلينا الأول نتكلم في حتة اني انا محامية، وكنت بداية ان انا يعني ابدأ في هذا المنصب او ان انا افكر في هذا المنصب اولا، يعني او اللي خلاني افكر في الموضوع ده الاول، وعايزة اقول لك ان انا بنواجه صعوبات حقيقية، اي امرأة عاملة بتحاول ان تتقلد من المناصب السياسية قد تواجه بعض المشاكل، الى ان في الآونة الأخيرة ومنذ تولي السيد الرئيس السيسي في الحكم بقالنا حوالي 6 سنين وهو في كل مقال له وفي كل برنامج وفي كل احتفالية يؤكد على دور المرأة في المجتمع. خلينا نتكلم يعني حاجة بسيطة جدا وهي دور المرأة في الإسلام، والإسلام هو كان أول شريعة حققت للمرأة سموها. يعني هنتكلم في المرأة في الإسلام، وعايزين نتكلم إني أول من سجد وأول من سجد لله فعلا هي السيدة خديجة رضي الله عنها، وأول من آمنت بسيدنا محمد هي السيدة خديجة، أول من بشر النبي برضو كانت السيدة خديجة، وكانت امرأة، أول شهادة في الإسلام كانت امرأة. عايزين نقول إن اختلفت الفقهاء والآراء في هذا الأمر، وذهب ابن جليل الطبري وأكد أنه تستطيع المرأة أن تتقلد كافة المناصب حتى إن كان القضاء مطلقا. والرسول عليه الصلاة والسلام طبعا وإن كان أهل الدين أحق منا في هذا الأمر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك النساء شقائق الرجال، وعندما تم نزول أي آية أو أي تكليف من الله عز وجل في كتابه العزيز ترك الأمر للعامة، للرجل والمرأة، لم يكن يقصد به الرجال فقط أو يقصد به النساء فقط بالنسبة للتكاليف الشرعية. حضرتك باعتبارك السيدة يعني الوحيدة المرشحة على مقعد عين شمس، حضرتك شايفة أن وجودك كسيدة في وسط العدد الكبير من المرشحين من المحامين الرجال قادرة على حسم يعني المقعد إن شاء الله لمصلحتك؟ والله أنا بقول إن الاجتهاد هو وراء النجاح. عندما نجتهد في كل عمل في كل المجالات في شتى المجالات
أن تشتغل على نفسك وأن تتصارع في أن تثبت بأنك الأقدر والأقدر في هذا المنصب أيا كان هذا المنصب. يعني لازم الواحد يشتغل. الدستور في المادة 68 منه قال لك المساواة بين الرجل والمرأة. في مناصب كتير للمرأة في العالم، رؤساء الدول ورؤساء وزارات أثبتوا جدارتهم في هذا المنصب، فإحنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، وفي النهاية الأمر يعني هيبقى الصندوق هو الفيصل. يعني حضرتك شايفة إن كتلة المرأة التصويتية في النقابة تكون أكثر الداعمين لك، ولا أيضا ممكن في أصوات من الرجال؟ يا دكتور اكيد طبعا اكيد، عندما يعني احنا خارجين نقيب عين شمس، دوله عين شمس، اسمح لي ان كنت قلت ان انا اطلق عليها هذا اللقب. دايره عين شمس بيها من العظماء المحامين والمحاميات الكثير، وعندما يتقلد اي مرشح لهذا المنصب يجب ان يراعى خدمات المحامين والمحاميات، لا المحاميات فقط. ولا ننسى أن المرأة هي أيقونة الانتخابات بوجه عام، فإن شاء الله يكون في لنا نسبة من التصويت المحامين والمحاميات بإذن الله. إن شاء الله بنتمنى لك التوفيق. طب بالنسبة للبرنامج الانتخابي اللي خاص بحضرتك، إيه هي أهم السمات أو أهم الرؤى اللي حضرتك شايفاها وتقدري تعمليها إن شاء الله إذا توليتي يعني منصب نقيب بإذن الله؟ والله يا دكتور إن شاء الله لو هقول لحضرتك ألقي بعض الضوء على بعض الملامح للبرنامج الانتخابي من وجهة نظري البسيطة، يعني أول حاجة أنا يهمني جدا 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 أن معيار النجاح لأي نقيب هو العطاء. العطاء هو المعيار، لا للشلالية لا للعصبية لكل الكلام ده، احنا عايزين من يستطيع ان يقدم الخدمة وتستوي الخدمة. من يطلب الخدمة لا يعنيه من الذي سيقدمها، الرجل ام امرأة، هو في نهاية الامر او نهاية المطاف يبتغي ان تكون هذه الخدمة توفق وتحقق له. في اهم حاجة يعني انا عايزين نشتغل عليها، الشباب يجب أن يكون يعني إحنا في مستقبل، لازم سواعد الشباب، لازم يكون الشباب يحكم، لازم الشباب قادم بإذن الله. بالنسبة للشباب يعني إحنا دلوقتي أي شاب بيتخرج ووالده بيصرف عليه مبالغ حتى يصل ويتخرج من كلية الحقوق، بيذهب يتدرب في مكتب محامي كبير حتى يتعلم ويتخذ منه من الخبرات ما ينبغي. أنا أعتب وأنادي وأناشد جميع المحامين الكبار، عندما يأتي هذا الشاب لا يستطيع أن تعطي له مرتب بسيط 300 و500 و400 ومبالغ بسيطة، هذا شاب يريد أن يحيا، يريد أن يتزوج، يريد أن يعمل، والده ووالدته هيفرحوا به لما يكون يجي يقدم لهم يشوفوا معاه فلوس. يعني أنا بناشد السادة المحامين الكبار أنهم يترفقوا بهذا الشاب أو هذه الشابة حتى وإن كانوا في التدريب، يجب أن يكون هناك مكافأة، لا أقول مرتب ولكن أقول مكافأة طيبة تساعد على المعيشة البسيطة. عايزين نتكلم برضو في نقطة تاني، إن الشاب ده لما هيبتدي يشتغل ويبقى معاه فلوس هيبتدي شكله يبقى كويس، أكيد يلبس أكيد بدلة طيبة، يبقى ليه شكل مفرح لأهله ولنفسه ولذاته وللموكل اللي جاي له. ده هيجي منين؟ اكيد طبعا أكيد طبعا ده هيجي منين. فلازم يبتدي صح، اي نشء يجب ان يبدا صح، يعني في الشباب دول هو اللي هيبقى مستقبل، فلازم يبداوا صح. يعني لازم يكون في قواعد،
بالمكافئات والمرتبات. ما لازم بقول لحضرتك لازم يكون في تقنين للمرتب او المكافاه التي تخرج من. هل حضرتك شايفه ان النقابه هيكون لها دور في الوضع ده يعني في التوقيت ده؟ اه طبعا يعني دي نقطه لاحقه وهي يعني اتمنى من النقابه شانها شان كافه زي نقابه الصحفيين او هي تدي دعم للسه المبتدئين، تساعد بالظبط كده، تدي قيود وتساعد المحامي بعد فترة تدربه أن يفتح مكتب يبتدي يستقبل قضاياه شغله، هيشعر بلذة المهنة وجمالها. طبعا يعني وكمان احنا لينا المفروض لينا التعاب ودمغات محاماة والكلام ده كل ده المفروض النقابة بتساعد هذه الشباب، هؤلاء الشباب في فتح هذه المكاتب. وممكن حاجة تاني ان احنا ممكن نوفر لهم عمل بجانب المحاماة ولا النقابة. النقابة يعني اعتقد ان ممكن يكون في كل نقابة فرعية، ودي وجهة نظر. عمل داخل مكاتب المحامين تعمل. لا يا فندم، هي ممكن كل نقابة فرعية تعمل كشوف. الكشوف دي توصلها للنقابة العامة بان هي تكتب اسامي الشباب وتعرض وتعمل بروتوكول بينها وبين الوزارات والمصالح والشركات الخاصة والعامة، إنها إيه؟ إن لو محتاجين محامين إدارات قانونية، لو محتاجين شباب إنهم يتقدموا وتبقى بالترتيب، ويبقى أنا هعمل نوع من النشاط ونوع من الرضا. يبقى تدخل النقابة رئيس العامة في التوفير. نأمل في هذا التوفير. وفي نقطة كمان، إن ما يكونش مثلا شاب أو جدول عام يقولك إحنا نستثني هذا الشاب من العلاج. احنا عايزين العلاج يتوفر لكل محامي بمجرد اصداره لكارنيه النقابه. ده تمام. معانا اتصال تليفوني. استاذ عبده. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم. مرحبا بحضرتك. تشرفنا بك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. جدا في عين شمس. اتفضل يا فندم، سامعينك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم استاذ عبده. يا حضرتك اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ لضيفة حضرتك يعني من الشخصيات المحترمة جدا في والله. اشكرك. نشكرك يا فندم. اشكرك يا فندم. طب نأسف الخط قطع وكلمنا تاني يا استاذ عبده، وبنرجع تاني للاستاذة ولاء باستكمال البرنامج الانتخابي الخاص بها. اتفضل يا فندم. احنا يعني دي من ضمن بعض ملامح البرنامج الانتخابي، يهمني جدا المرأة. يعني المرأة أثبتت جدارتها في العمل النقابي منذ القدم، وفي أساتذة رحمة الله عليها المستشارة مفيدة عبد الرحمن والتي كانت أول سيدة تقوم بعمل النقد والترافع أمام المحاكم الجنائية. في محاميات كتير أثبتوا جدارتهم في الترافع وفي اتخاذ أحكام بالبراءة في قضايا كبيرة. حضرتك شايفة أن المرأة العاملة خاصة في مهنة المحاماة أصبحت المحامية قادرة حقا على اكتساب الموكل والمرافعة والقراءة الجيدة والتمحص في كافة القضايا، وأصبح لا يوجد تفرقة بينها وبين الرجل المحامي، ولا ما زال الاعتقاد لدى يعني الناس أن برضو كان أروح لمحامي يكون أقدر وأكفأ من المرأة؟ هل ما زال باعتبارك أيضا ممتهنة في مهنة المحاماة وعاملة فيها، هل حضرتك شايفة أن أصبح الوضع الآن مختلف؟ طبعا هو مختلف شوية. طب يا فندم نكمل كلامنا، بس استأذنك نطلع فاصل ونرجع تاني يا فندم. اتفضل. ورجعنا تاني أعزائي المشاهدين، وبنستكمل حوارنا مع الأستاذة ولاء مصطفى المحامية بالنقد والإدارية العليا والدستورية والمرشحة على مقعد نقيب محامين عين شمس، بنتمنى لها التوفيق. يا فندم احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن المرأة المحامية، وهل أصبحت المحامية الآن لها وجود فعال وتستطيع اللي هي تترافع وتستطيع انها
تكون عندها تمحص وقارئة جيدة، وأصبح ثقة الأشخاص أو ثقة الناس فيها مثلها مثل الرجل المحامي، ولا حضرتك شايفة أن لسه ما زال الوضع في تخوف من يعني المرأة المحامية؟ اتفضلي يا فندم. بص يا دكتور، احنا لن نختلف على ان المرأة هي النواة الأولى للأسرة طبعا. عايزين بقى لما خرجت للمجتمع وعملت، هي فعلا اعتلت مناصب قيادية وسياسية رائعة وأثبتت جدارتها. هو المعيار هنا هيبقى عندي ايه؟ مين اللي يشتغل في الوظيفة؟ مين اللي يعمل في الوظيفة؟ صاحب المعيار الكفاءة. عندي صاحب الكفاءة. أيوة. بالضبط كده يا دكتور. الكفاءة هي اللي بتقول مديرة البنك أو الوزيرة أو المديرة، هو معيار الكفاءة. يعني لا يعنينا من، زي ما قلت، من سيقوم بالخدمة ومن سيؤدي هذه الخدمة. يعنينا هل هذا الرجل أو هذه المرأة هي كفاءة؟ هل هي كفاءة حتى تقوم بهذا العمل؟ احنا النهاردة عندنا ما شاء الله 89 نائبة في البرلمان، عندنا محافظة سيدة، يعني طبعا السيد رئيس السيسي يعني ما شاء الله هو نادى بهذا منذ تولي الحكم. في ست سيدات حقائب وزارية موجودة أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم. فالمشكلة إن إحنا زي ما بنقول كده، الكفاءة هي العامل، بس إحنا محتاجين شوية وعي، شوية تنوير، شوية ثقافة. لازم يكون في دور تثقيفي بالنسبة للإعلام أو الخطاب الديني، لازم يكون في تثقيف في إن المرأة دي وجودها ضروري في كل المجالات، في العالم الخارجي كله، العالم الأجنبي والعالم العربي. تصدت المرأة كثيرا هذه المناصب وتولتها وأثبتت فعلا جدارتها. إذن يجب أن يكون هناك دور ريادي، والدور الريادي مش مخصص للرجل أو فقط. إذن بصاحب الكفاءة طبعا، صاحب الكفاءة سواء رجل او امرأة طبعا. وطبعا في الشرع كمان نتكلم على الذمة المالية الخاصة للمرأة لوحدها. ولو جينا اتكلمنا ان مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيأخذ بآراء السيدة أم سلمة رضي الله عنها في بعض الأمور، لأنها كانت قد تحكم وتفصل في بعض الأمور. السيدة عائشة رضي الله عنها فكانت فقيها، وكانت تصدر من الآراء الكثير، وكانت فقيهة في الدين. فيعني احنا طبعا مش هنوصل لهؤلاء، ولكن نحن نحاول ان شاء الله. طبعا يا فندم، انت باعتبارك محامية وحضرتك طبعا انا اعرف اللي متخصصة في القضايا الجنائية، تمام، ايه حبك للجنائي؟ عاشقة حتى البكاء. القضايا الجنائية أنا من وجهة نظري يعني هي بتفتح وبتنور. يعني عندما تقرأ من أول سطر، أنت ما بين السطور أنت بتشوف براءة أو إدانة المتهم. أنا عاشقة لي يعني الحمد لله. يعني الأستاذة ولاء من المترافعات الجيدات على منصة القضاء، أنا شخصياً بعزها جداً، ورأيت فيها المرأة المصرية الأصيلة القادرة على الاكتساب وكسب أي معركة إنها يعني تكتسبها بإذن الله تعالى. أستاذة ولاء، لو تكلمنا إيه السبب الرئيسي في امتهانك مهنة المحاماة؟ والله يا دكتور أقول لك، أنا من زمان يعني منذ الصغر وانا يعني ما اقدرش استحمل اشوف اي انسان ضعيف، يعني اجري واقف جنبه واتخانق واعمل. يعني انا من الصغر وانا بحب جدا جدا ان انا ابقى صاحبه يعني مواقف. مهنه المحاماه دي مهنه فيها من اجمل المهن، لان فيها كل حاجه. انت بتتعامل مع كل فئات البشر، وكل فئات البشر بيلجؤون للمحامي. مين السبب الرئيسي يا فندم اللي قال لك انت هتبقى محاميه؟ والله يعني انا العيله كلها
هل الوالد ولا الوالدة؟ والله الوالد والوالدة بيشجعوني كتير قوي، ووالدتي يعني من زمان قوي برضو يعني بتشد من أزري كثيرا، والوالد شايف مني ان انا يعني ابنه مش بنته يعني. مين المثل الاعلى في المحاماه لحضرتك؟ بالنسبه للمحاميات يعني في امي وحبيبتي الاستاذه نجوى الامين، انا عاشقه ليها. في محاميات كثيرات، انا بعشق اي محامي، اي محاميه تقف امام المنصه ويعني تشد النظار المستشار او القاضي، يعني يبتدي يبص مين اللي بيتكلم، ولو لقاها بقى كمان صغيره في السن، ايه ده يعني انت مين علمك؟ بتشتغلي مع مين؟ انت ده شيء جميل قوي، احساس رائع جدا ان انت مقتنع بقضيتك وبتوصل ما اقتنعته للقاضي. فده شيء جميل جدا. المراه يا جماعه في مصرنا العزيزه دي فاتحه بيوت اكتر من 36% في ظل وجود رجل، لا ننسى هذا. وتتحمل أعباء الأسرة ما فوق 50% في عدم وجود رجل، وقد تكون المعيلة. فهذه المرأة المعيلة خارجا وداخلا، ألا تستطيع أن تكون نقيب؟ ألا تستطيع أن تكون محافظ؟ ألا تستطيع أن تكون مدير؟ فأنا أعتقد إن شاء الله يعني ربنا يولي من يصلح، والاجتهاد سر النجاح. ممكن تذكرينا يعني أغرب قضية جات لحضرتك؟ والله في قضايا كثيرة يعني، يعني من ضمن القضايا يعني كانت في حد اتصل بيا وقال لي ده أخويا في قضية ممسوك في اسم فلان، والقضية دي كانت قضية يعني كانت صعبة جدا من الناحية الإنسانية، لأن كانت فيها تعدي على طفلة، وهذه الطفلة كانت جناية طبعا، هتك عرض، وهذه الطفلة كانت صغيرة. وكوني أن أقبل هذه القضية كانت مشاعر الأمومة ومشاعر دي، إزاي الطفلة ويتم التعدي عليها أو عفوا التحرش بها أو، فطبعا كان الموضوع صعب جدا جدا أن أنا أقبل مثل هذه القضية، لأني عندما قرأت وما بين السطور فوجدت أنها كلها ملفقة وما وراءها يعني فعل آخر، والحمد لله ربنا وفقني واخدت فيها البراءة. لكن بعد ما أنا تأكدت، والله بعد ما أنا تأكدت أن القضية لم يكن هذا مسارها الصحيح. طب بعجالة كده، إيه النصائح اللي ممكن تعطيها لكل محامي أو محامية مبتدئة؟ والله كل محامي أو محامية لازم يبتدي في الأول أن هو يعني يقرأ، ما تبقاش معيار المحامي بالنسبة له أن يلبس البدلة بتاعته أو تبقى موجودة أو الشكل فقط. الشكل وهو فارغ لا يعي شيئا ولا يعني شيئا، يجب أن يكون هناك فكر، يجب أن يكون قراءة، يجب أن يكون لديك المعلومة. عندما يتم سؤالك من أحد الأقارب، الأشخاص، الجيران، أي حد، لازم تبقى معلومتك صحيحة، ولو مش صحيحة لازم تراجع وترجع وتقول أنا هشوف وهرجع علشان تطلع منك يبقى في مصداقية في التعامل. أنا عايزة أقول إني خلاصة كلامنا إن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أكبر صاحبة أكبر مؤسسة اقتصادية، وكان يعمل لدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إحنا ندي فرصة للشباب، ندي فرصة للمرأة، ندي فرصة لأصحاب الكفاءات، من يستطيع أن يعمل فليعمل. وطبعا أنا يعني بناشد زمايلي وزميلاتي المحاميات والمحامين يعني أن يدعموني وأن يدعموا كل من هو صاحب ملف. كل التوفيق يا فندم لحضرتك، وربنا يولي من يصلح، وكل التوفيق لكل الزملاء المرشحين. كل التوفيق طبعا. إحنا وقت حلقتنا خلص، وبنتمنى لك التوفيق والفوز في المقعد إن شاء الله، ونشوفك نقيبة كإحدى السيدات القادرات إن شاء الله تعالى على تولي هذا المنصب، ونشوف الخدمات الفعلية الخاصة بحضرتك إن شاء الله، ونشوفك أيضا الكثير من القضايا اللي حضرتك هتترافع فيها بإذن الله تعالى. بتمنى لك التوفيق إن شاء الله. وأعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة
بشكركم على حسن المتابعة، وانتظروني إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.